لأن الإطعام قربة وإحسان إلى الغير، فقدم، يعني ليس للناس فائدة في صيام الحانث الذي يريد أن يكفر، فقدم الإحسان إلى الغير في هذا الباب. فالصيام محض قربة خاصة، وأما الإطعام فقربة متعدية ينتفع بها الفقير أو المسكين أو نحوهما. أما في كفارة الظهار، فكفارة الظهار فيها إطعام، ولكن الإطعام مؤخر عن بقية المخرجات في الكفارة، وذلك والله أعلم، لأن المراد أن يمنع الإنسان من هذا الفعل، لأنه عمل شنيع عن المظاهرة، فيجاز الإنسان، فيجعل العمل الشاق هو الأول، لأن الإنسان لو كان العمل المقدم سهلا على نفسه لهان الخطب عليه، وأما إذا قدمت الكفارة الأشق صار الأمر خطيرا أو شديدا في نفسه. والمهم في الأمر أن الله سبحانه جعل الإطعام كفارة، وإذا كان كفارة دل ذلك على عظيم قدر الإطعام، وأنه قربة من القرب إلى الله سبحانه، لأن الكفارة ما معناها؟ تكفر ما كان من فعل العبد، فالمكفر لا بد أن يكون من المقربات أو القرب أو الأشياء التي يزدرف بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الإطعام شهدت النصوص من القرآن الكريم على عظيم منزلته من الدين، ولذلك جاءت بعض التطبيقات العملية شاهدة بأنه أحيانا يكون على سبيل الحتم والإلزام أن المرأة يطعم أو يبذل الطعام للفقراء والمساكين ونحوهم. وأمر الإطعام في هذا الباب واسع، ولكني أقف إلى هذا الحد في الكلام عنه. أما نصوص السنة ففيها أحاديث كثيرة في فضل الإطعام، وأنه قربة من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير، ليسأله عن أعظم منازل الدين أو أعمال الدين الفاضلة، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأمر بإطعام الطعام مما يدل على أو بيّن أن منزل أن إطعام الطعام من الأعمال الفاضلة والمنازل العالية من الدين، حفزاً للمسلمين على القيام بهذا العمل الجليل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضاً رتب دخول الجنة على هذه الأعمال، وأي عمل رتب عليه دخول الجنة فذلك شاهد على عظيم منزلة ذلك العمل من الدين. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وهذا أيضا فيه بيان منزلة من منازل الجنة لا تنبغي إلا لمن اتصف بهذه الأوصاف المذكورة، وذكر هذه الأوصاف إنما مع ذكر المنزلة التي تنال بالقيام بهذه الأوصاف، ذكر هذه الأوصاف لحفز الناس عليها والقيام بها. إذن منازل الجنات تنال بالقربات وبالطاعات لله سبحانه وتعالى، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله سبحانه يجزي بالإحسان إحسانا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لقد أحسن المحسن في عبادة ربه وأحسن إلى خلقه، فقام بحقوقهم وأحسن إليهم وأدى إليهم ما يسد جوعتهم، فأحسن الله عز وجل منقلبه ومثواه وجعله في هذه المنزلة العالية من الجنة، الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره. إذن الأعمال الصالحات في الأصل موجبات لدخول الجنة، وهذا العمل أي إطعام الطعام
من أعظم هذه الموجبات لدخول الجنة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة، فقال: أطعم الطعام، وأفشي السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فهذا أيضا رتب، هذا الحديث رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الأعمال الجليلة الفاضلة. وفي الطبراني بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من سغب، أي من مجاعة أو شدة جوع، أدخله الله بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله. وفي الحديث الآخر أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من موجبات الجنة، موجباتها أي موجبات دخول الجنة، إطعام المؤمن السبغان، أي الجائع. رواه الحاكم. وفي المقابل إذا تبين لنا أن من أسباب دخول الجنات أن يطعم المرء الطعام، فإن من مكفرات الذنوب أيضا ومكفرات الذنوب ومسقطات العقوبات أن يطعم المرء الطعام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الكفارات إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وإطعام الطعام لمن آمن لا تمنع منه قلة، يعني ليس قلة الطعام بمانع يمنع المرء من أن يطعم إخوانه. فالله سبحانه وتعالى يمن على المطعم بالبركة في طعامه إذا دعا عليه إليه أحدا ليطعم معه، أو جعل منه نصيبا يطعم به المساكين أو نحوهم. فالإنسان بطبيعته قتور، ويتعلل بعض الناس أحيانا لعدم بذل الطعام أو دعوة الناس إليه، يتعللون بقلة الطعام وأنه ليس عندهم ما يكفي الضيوف أو ما يكفي الفقراء أو نحو ذلك. ولكن لما كانت طبيعة الإنسان هذه الطبيعة عالجت السنة المباركة ذلك ببيان أن بركة الطعام تكون بالاجتماع عليه، وأن الإنسان إذا أشرك غيره معه في طعامه حلت البركة في ذلك الطعام، فصار وإن كان قليلا مباركا يكفي القليل منه الكثير من الخلق. ولذلك في الحديث عن وحشي بن حرب ابن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: تجتمعون على طعامكم أو تفترقون؟ قالوا: بل نفترق. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. إذن البركة منوطة بأمرين: الأول الاجتماع على الطعام، والثاني التسمية على ذلك الطعام. إن النفس حين تسخو وتجود بالطعام على الغير تمتلئ شبعا وريا ولو كان الطعام قليلا، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. فقد جاء في الحديث: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وكفايته ليس المراد كفايته بذاته، وإنما كفايته بما يمن الله به من حلول البركة في ذلك الطعام. ولذلك الكافر يأكل في كم معي؟ في سبعة، وذلك والله أعلم لفقد البركة في الطعام، ولأنه لا يسمي على ذلك الطعام فتشركه فيه الشياطين، فهو لا يزال يطعم ولا يشبع. هذا العمل الجليل إطعام الطعام صوره كثيرة جدا، يعني ليس مجرد إطعام المسكين أو الفقير، بل له صور كثيرة. أولها وأكثرها وقوعا إطعام الطعام لمن وجبت عليك نفقته، فأنت حينما تطعم أهلك مأجور إذا احتسبت هذه الطعمة التي تقدمها لهم، سواء الأهل
الولد أو الوالد أو الزوجة أو نحوهم، كل أولئك إذا طعموا من الطعام الذي بذلته لهم فأنت مأجور وعملك مخلوف عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول، فأول الناس أو حق الناس بإحسانك هم أهل بيتك. وقال في الصدقة في بيان بعض صورها حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى الطعام الذي تقدمه إلى زوجك فإنه قربة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الطعام من النفقة الواجبة، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أيضا أن يتعاهد الإنسان نفسه فيذكرها بالاحتساب في هذا الأمر، وأن لا يكون مجرد عادة أو إلف أو شيء اعتاد فعله الإنسان، بل يجتهد أيضا أن يفعله قربة لله سبحانه وتعالى. ومن إطعام الطعام إكرام الضيف، وإكرام الضيف يكون بالقراء ويكون بالسكن، يعني يكون بأن يسكن أو يؤوى وأن يطعم أيضا. فمن أكرم ضيفه بالطعام فهو يدخل تحت الخصلة العظيمة هذه إطعام الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمن أكرم ضيفه فأطعمه أو أولم له فقد فعل ما هو من مقتضى الإيمان، فعل ما هو من مقتضى الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويجب هنا أن قبل هذا أيضا مما يدل على أن الإطعام جزء من الضيافة، أن الله سبحانه ذكر في قصة موسى مع الخضر فلما أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الشاهد أين؟ استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، معناه أن إطعام الضيف هو ضيافته أو هو الجزء الأكبر من ضيافته. فإذا من حق الضيف أن يطعم، وذلك من مقتضيات الإيمان. ولكن أيها الإخوة يجب أن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون الإكرام صادقا، أي أن يكون الإكرام حسبة لله سبحانه، ليس الغرض منه الرياء أو الجاه أو المنزلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم ممن يدعو ويكرم وهو يشتم ضيفه، بل ربما يدخل عند أهله ويقول حسبي الله عليه أشغلنا أو نحو هذه العبارة. هذا برهان على ماذا؟ برهان على أنه حين أكرم لم يكن صادق الإكرام، وإنما كان كإكرامه ابتغاء المحمدة والجاه. فيجب أولا أن يحتسب المرء في إكرامه للضيف، وأن يعلم أن هذا الإكرام قربة من القرب لله سبحانه وتعالى. الثاني أن لا يسرف، وأن لا ينتقل من الكرم المطلوب إلى السرف أو الإسراف المذموم. وبين الإسراف والنية الفاسدة الصلة، إذ غالب من يسرف في المطعم ويطعم أو يضع لضيفه وليمة فيها سرف من يكون في نيته دخن، فيريد الجاه أو السمعة أو المنزلة أو أن يثنى عليه أو أن يحمد في الناس. أيضا يجب أن ينتبه إلى أن الذي يجب إكرامه الضيف، سواء كان صاحب جاه أو منزلة أو فقير أو ضعيف أو غير ذلك. وللأسف هذا الأمر ضعف في أهل هذه الأزمان كثيرا لاتساع المدن واشتباه الأمور على الناس، فلا تعود تعرف من هو الذي يستحق الإكرام فعلا أو ضيف يكرم ومن هو كاذب من الناس. لكن الواجب على العبد أن يجتهد في الإكرام فيكرم الغني والفقير والضعيف والعامل والكبير والصغير، كل من احتاج إلى إكرامك كان حقه وعليك أن تكرمه بإطعامه. ولا يعني ذلك التسوية بين الجميع في الإطعام، فمن جاءه رجل له منزلة في الناس يطعم طعام وعنده سعة يطعم من الطعام ما يناسب منزلته، ومن جاءه ضعيف أو فقير ترده اللقمة واللقمتان يطعم من جنس ما
يرغب أو جنس ما يكفيه أو يرده عن السؤال. ومن الإطعام إطعام الجيران، فمن طبخ طعاما سن له أن يزيد فيه أو يزيد في مرقه ليهدي جاره، وكذا لو أحضر طعاما من خارج كالفواكه ونحوها فالمشروع له أن يهدي من ذلك الطعام. وقد كان هذا العمل معهودا عند الناس من قبل، ثم قل اعتناؤهم بهذا الأمر فصار الجار لا يرى شيئا من طعام جاره سنين عددا، بل ربما يجاور فلا يطعم شيئا من أكل جاره على مر مجاورته. وإكرام الجار كما قلنا في إكرام الضيف يكون بالقراء والسكن، وكذلك إكرام الجار يكون بالطعام والسلام والكلام والإحسان والزيارة وكف الأذى، وذلك كله من مقتضيات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن الإطعام المشروع أيضا إطعام الصوام المعروف بتفطير الصوام، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتفطير الصوام إطعام، ولكنه إطعام من امتنع عن الطعام قربة لله سبحانه وتعالى، فيكون للمطعم مثل أجر ذلك الصائم الذي امتنع عن الطعام والشراب قربة لله عز وجل، فأطعمه المطعم قربة لله سبحانه وتعالى. فتفطير الصوام عمل فاضل، ومن منة الله سبحانه أن تيسر للناس في هذا الزمان عن طريق المؤسسات الخيرية والجوامع والمساجد ونحوها، فتيسر لهم المشاركة في هذا العمل بلا كلفة ولا مؤونة غير بذل المال، أي بلا كلفة عملية من الناس. ومن الإطعام المشروع صدقة الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر على الفقير، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين في يوم العيد. فانظروا كيف أن هذه الطعمة كانت فاضلة، لأنها وقعت في يوم هو يوم فرح وسرور للناس، فمن الله عز وجل فشرع هذا العمل لأجل ألا يشتغل الفقراء عن مشاركة إخوانهم فرحة العيد بالبحث عن طعامهم، فشرعت زكاة الفطر طعمة لهم. ومن الإطعام المشروع ما يكون داخلا تحت الصدقات العامة، فمن تصدق على أسرة فقيرة بمال ينفقونه على أنفسهم دخل في جملة ذلك إطعام الطعام، لأن الغرض الرئيس الذي من أجله يسعى الناس ويطلبون المال هو تحصيل ما به قيام حياتهم. فإذا حصلوا المال في الغالب أنهم يسعون أول ما يسعون إلى سد حاجتهم من الطعام والشراب. ومن الإطعام المشروع ما يكون غرضه جمع الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو نحوهم على الخير والصلة والبر، فمن فعل هذا الاجتماع لهذه الأغراض العظيمة وأمثالها، فإن الله سبحانه وتعالى مع كونه يجتهد أيضا في خلو المجلس من المنكرات والمعاصي ومساخط الرب سبحانه وتعالى، إذا فعل ذلك وأطعمهم طعاما واجتهد في الاحتساب بإطعامهم هذا الطعام ولم يكن قصده الرياء والسمعة ولا نحو ذلك، ولم يسرف فيه ولم يقتر، فإن هذا العمل من إطعام الطعام الذي يرجى أن ينال به العبد الدرجات العلى. وتلاحظون من مما سبق أن إطعام الطعام وإن كان عملا فاضلا فإنه يقترن بأشياء تزيد في فضله، فالهدي والأضاحي ذبحها من حكمه إطعام البائس الفقير، فعظم إطعام البائس الفقير من الهدي لعظمة قدر الهدي وأنه جزء من مناسك الحج، وكذا تفطير الصائم، وكذا ما يفعله بعض الناس من جمع أهله أو أقاربه بقصد الصلة والبر ونحو ذلك، فإذا أولم لهم كان العمل خيرا إلى خير وبرا إلى بر. ومن الإطعام المباشر الولائم للأعمال المشروعة كوليمة العرس مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه إشهارا، وذلك الأمر بالوليمة إشهارا للنكاح وتمييزا له عن السفاح،
وأيضا يتحقق فيه الإحسان إلى الخلق إلى الناس بأن يطعموا من هذا الطعام الذي جعل في مثل هذه الوليمة. ومن الإطعام الإطعام المباشر للفقراء بأن يطبخ لهم طعاما ويتصدق به عليهم، أو أن يشتري لهم طعاما جاهزا فيطعمهم أو نحو ذلك، فهذا أيضا من أبواب البر والإحسان والأصناف التي تدخل في إطعام الطعام. ومن إطعام الطعام إطعام الحجيج، وهذا أمر نرى بحمد الله تنافس الناس فيه وسعيهم للاجتهاد فيه في أيام الحج، وهو عمل فاضل لأنه إعانة للناس على الاشتغال بحجهم عن طلب المآكل والمشارب والسعي في ذلك. أيها الإخوة، إن الإطعام يعظم أجره حين تعظم الحاجة إليه، أو حين يقترن بعمل فاضل، فليس الإطعام في الرخاء كما أسلفت كالإطعام في المساغب والمجاعات لعظم حاجة الناس إلى الطعام، وربما عظم أجر المطعم حتى يصبح كأجر من أحيا نفسا، فهو حين يطعم في المساغب والمجاعات يحيي النفس ويحميها بإذن الله من الهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن هذا الإطعام يؤجر عليه العبد حتى لو كان المطعم حيوانا، فضلا عن أن يكون إنسانا. فإذا رأيت حيوانا مريضا أو حبيسا أو صغيرا لا يستطيع طلب الطعام لنفسه فأطعمته، فإنك مأجور على ذلك العمل. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، فلما خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، فنزل في البئر فملأ خفه فسقى الكلب فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أي أمسك الخف بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. والصحابة حين ذاك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. إذن أيها الأحباب، إن إطعام الطعام عمل فاضل جليل وقربة من القرب التي يحصل بها العبد الأجور الفاضلة والمنازل العالية، ولذلك ندبنا إليه ربنا كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فقال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ فإن أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فإذا ليس التعامل في الإطعام ونحوه من القربات تعاملا مع البشر، وإنما هو تعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى، فهو وإن كان إحسانا إلى المخلوق فهو أيضا إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. ولقد سبق السابقون إلى هذه الفضائل فعملوا بما فيه مرضات الرب سبحانه وتعالى، فكانوا قدوة للاحقين. في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم مريضا؟ فقال: اليوم منكم مريضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في عبد إلا دخل الجنة. إذن أيها الأحباب، إن حقا علينا وقد علمنا عظيما فضل هذا العمل وعظيم منزلته من الدين أن يدأب الواحد منا مجتهدا في إطعام الطعام وبذل الخير للعالم، أن يطعم الناس بسائر ضروب الإطعام وأصنافه محتسبا النية الصالحة. فأذكركم أنه حرم أقوام كثر أجر إطعام الطعام لأنهم حرموا النية الصالحة في ذلك الإطعام، وإلا ليس أحد منا خاصة ممن كان له مال وينفق على غيره إلا وهو يمارس الإطعام ولو على أهل بيته. ولكن الذي يجب أن نراجع فيه أنفسنا أن يحتسب العبد منا هذا الإطعام، وأن يجتهد في النية الصالحة في إطعام أهله وضيوفه وجيرانه والأيتام والفقراء والمساكين والمعوزين، وأن يبذل من ذلك الخير للعالم أو للناس حتى خارج حدود أرضه. فها نحن نسمع المجاعات تضرب أراضي من أراضي المسلمين، فوقعت مجاعات في السنين الماضية في السودان وفي الصومال وفي الحبشة، وهي اليوم في بلاد أفغانستان، ولا تكاد أو لا يكاد يمر وقت دون أن يصاب بلد من بلدان المسلمين بالمجاعات. فحق على كل واحد منا أن يسعى في بذل الخير لإخوانه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من الأبرار الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويجتهدون في قيام الليل والصلاة والناس نيام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12817.